أنا ما بريد من البرد ولا من الجوع، برجف من الخوف. خوف هو فقدان الحرية، انعدام الحرية، هذا هو. أنا محمد المغوط، بي اسمه أحمد عيسى، وأمي نهدي المغوط. وعملت له المسرح بالسجن، ديكور واكسسوار وحوار. وطني كانت نفحات من المزبلة العربية. رفيق سلطان أو صديق سلطان مستحيل عبر عقله.